هذا المشروع هو يدخل ضمن برنامج ال اس بي اللي ذاتها الدوله. الموقع نتاعها هنايا في مدينه ارزيو بحي احمد زبانه. المشروع هذا يضم 120 مسكن، يعني 120 مكتتب راه مخلص كل الاقساط نتاع، بالاضافه الى الكريدي بونكير. المشروع انطلق في سنه 2005 وتوقف البناء في 2015، يعني من 2015 حتى لدروك ما كانش تقدم تاع البناء. السيد صاحب المشروع سموه غوري المنصور توفى في 2019. من هذاك الوقت ما كان اللي اتصل بنا، ما كان اللي يحوس علينا، يعني من اصحاب المشروع على الاقل نتفاهموا. المهم رسمنا كاع السلطات، رسات راه عندنا المراسلات، رسلنا للوزير، مدير السكن، وسيط الجمهوريه، الوالي، الولاة السابقين مش من الشريفي حتى الان، حتى الان ما كاش حد. اخر مراسله راسلتنا مديريه السكن باخلاء السكنات، امر باخلاء السكنات، وعطاتنا 30 يوم. هذه صارت في ابريل 2022. هذا الامر بالاخلاء جاهم على اساس تقرير نتاع الهيئه الوطنيه للمراقبه التقنيه للسكنات. هذا التقرير راه يقول باللي راه كاين اخطاء وغش في البناء. دونك حنا في خضم هذه المراسلات وهذا الروح واللي وكذا، حنا عندنا مطلب واحد، رانا في 17 عام وحنا نقارعوا في سكن. 17 عام رانا حاطين ظهرنا وقدنا حقنا في سكن، باش دارت القضيات ما كانش عندنا الحق باش نديروا قضيه، وكان يجي برنامج واحد اخر ما عندناش ثاني الحق باش نديروا فيه هذاك البرنامج. دونك حنا المطلب نتاعنا هو يعطونا من 2005 اليوم هذا، رانا نطالبوا في السلطات باش خصنا سكنة، خصنا سكنة سيدي السلطات شوفوا الحال، خصنا سكنة كما الناس، ما هذا يحرمنا من السوسيال سيدي، عطونا دراهم، باش تعطونا دراهم، دراهمنا ما يجيبوا لنا والو، ما خصناش دراهم، خصنا سكنة عقار،